وجيه صدقي سعد من قرية دشروط وعم الشهيد أحمد عاطف فرغلي. بقول لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم برعاياك اللي خارج البلد، ما دام مش عارفين ناخد وضعنا في البلد وناخد حقنا في البلد هناخد حقنا في برا بلادنا. ويا ريت سيادتك تجيبنا حق الشهيد بأي وضع من الأوضاع. احنا ما واخدينش وضعنا وما واخدينش حقنا في مصر، هناخد وضعنا برا مصر. ناشد المسؤولين وعلى رسوم السيد عبد الفتاح السيسي يجيب لنا حقنا ويجيب حق الشهيد احمد عاطف فرغلي من الشعب الكويتي ومن الطغاة الذين دهسوه في وكانت له ميتة شنيعة. يقول لا من السفارة المصرية في الكويت حسسنا انهم عملوا اي حاجة. سيادتك لو في مسؤول عمل اي شيء كان الموضوع يمكن نقول في ناس بتتكلم وبتدافع عن حق المصريين في الخارج، انما حق المصريين في الخارج مهدور وده يرجع للحكومة المصرية. الحكومة المصرية متغاضية عن حقوق الشعب المصري والمواطن المصري خارج البلاد.